أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن ملامح الخلاف الأمريكي البريطاني بشأن اليمن وماذا يمكن أن يقدمه المشروع البريطاني للمسار السياسي اليمني. قالت وكالة رويترز إن الولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة للتحرك بشأن مشروع قرار بريطاني مقدم لمجلس الأمن بشأن اليمن قبل انعقاد المشاورات القادمة. أضافت الوكالة أنها اطلعت على مذكرة تشير إلى أن أمريكا تراقب المباحثات المستمرة من أجل المشاورات القادمة والوضع على الأرض في اليمن. من جهة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن المباحثات حول القرار الأممي بشأن اليمن جارية وسيطرح للتصويت في المرحلة المناسبة لتحقيق أفضل النتائج. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أبعاد التحفظ الأمريكي وملامح الخلاف مع بريطانيا بخصوص القرار البريطاني بشأن اليمن، وماذا يمكن أن يقدم المشروع البريطاني فيما يخص الأزمة اليمنية. ملامح خلاف بريطاني أمريكي إزاء الملف اليمني بعد مذكرة أمريكية وزعت لأعضاء مجلس الأمن تقول إن واشنطن غير مستعدة للتحرك بشأن مشروع القرار الذي أعلنت عن تقديمه بريطانيا قبل أكثر من أسبوعين بخصوص هدنة في اليمن. الموقف الأمريكي يرى أن المشروع البريطاني يجب أن يكون لاحقا لعودة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات التي دعا إليها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث قبل نهاية العام الجاري في السويد. بريطانيا التي وزعت مسودة المشروع على أعضاء المجلس قبل أسبوع لم تحدد موعدا للتصويت عليه، أكدت على لسان المتحدث باسم خارجيتها أن المباحثات بشأن المشروع جارية وسيطرح للتصويت في المرحلة التي تحقق أفضل النتائج لشعب اليمن. ينطلق المشروع البريطاني من أرضية تضم 5 مطالب تقدم بها مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك، تنص على الالتزام بوقف الأعمال العدائية في محافظة الحديدة وإنهاء جميع الهجمات على المناطق السكنية ومناطق المدنيين في كل اليمن، وإنهاء الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار على دول المنطقة وعلى المناطق البحرية. ويدعو النص طرفي النزاع أيضا إلى تسهيل حركة عبور المساعدات الإنسانية من طعام ومياه ووقود وأدوية وغيرها من الواردات الضرورية، بإزالة جميع الحواجز الإدارية التي تعيق حركة المساعدات خلال 2 أسبوع من صدور القرار. بين السياسي والإنساني تبدو بوصلة الحل مفقودة، وتستمر معاناة اليمنيين على هامش صراع السيطرة والاستحواذ ورسم خارطة القوى المتصارعة في المنطقة والإقليم. تحذيرات الأمم المتحدة عن المجاعة التي تضرب اليمن وتعزيزها بأرقام الجائعين من النساء والأطفال لم تفلح في تسليط الضوء على حقيقة الأزمة اليمنية وجذور الصراع وآفاق الحل، ولا تكاد أصوات الضحايا أن ترتفع حتى تخنق بدخان الانقسام وتضارب المصالح. أبدأ النقاش مع ضيفي من ألمانيا الباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي العبسي. أهلا بك دكتور علي. إذن حديث عن خلاف أمريكي بريطاني بشأن اليمن، باعتقادك ما أبعاد ملامح هذا الخلاف؟ أعتقد أنه هو جزء من ليس الصراع، ولكن أعتقد التنافس البريطاني الأمريكي على موضوع الحل السياسي في اليمن. بريطانيا هي يعني ترك لها مسألة البحث عن حل سياسي باعتبار أنها أكثر خبرة بالمنطقة وأكثر خبرة باليمن. الأمريكيون يتعاملون مع اليمن باعتبارها ملفا أمنيا، دائما ما كانت وزارة الدفاع الأمريكية هي المسؤولة عن اليمن أكثر منها وزارة الخارجية الأمريكية. وفي هذا الإطار أعتقد أن هناك اختلاف في الرؤى. يعني الأمريكيون يرون أولا أن ما يتضمنه المشروع من وقف الأعمال العدائية في محافظة الحديدة هو مكافأة مسبقة ودون مقابل للحوثيين، باعتبار أنهم سيذهبون إلى المفاوضات وهم مرتاحين أن هناك قرار دولي يعني يحمي وجودهم في محافظة الحديدة ويحمي سلطتهم هناك. البريطانيون يركزون أكثر شيء على موضوع الدعم الإنساني وإغاثة السكان، لكن الأمريكيون يرون من جهة أخرى أن الموضوع أيضا يتعلق بالسياسة ويتعلق أيضا بقرار الحرب.
أمريكا لا تريد أن تتخلى عن احتكار قرار الحرب في اليمن. إذا ما كان هناك قرار دولي صادر على الأمم المتحدة بمنع الأعمال العدائية كما وصف ذلك في محافظة حديدة، فيعني ذلك أن أي استئناف للمعارك هو مخالفة للقرار الدولي، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا هي ما تريد أن تحتكر القرار، هي ما تريد أن تعطي الضوء الأخضر للتحالف العربي لشن الحرب واستعادة مدينة حديدة، وهي من تريد أن تمنع هذا الضوء الأخضر أو تمنع التصريح هذا. لكن أن يتحول ذلك هذا القرار إلى الأمم المتحدة فهي لا ترغب في ذلك نهائيا. الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع اليمن باعتبارها جزء من استراتيجيتها في منطقة الخليج العربي وفي اتجاه المملكة العربية السعودية والإمارات. هي ترى في وضع القائم في اليمن هناك نوع من الورقة التي تستخدمها في تسويق الحماية الأمريكية وتسويق السلع الأمريكية الحربية للدولتين التي تعتبران من أكبر، إذا نقول أنهما أكبر مشتري للسلاح الأمريكي. وبالتالي أعتقد أن القرار مشروع القرار البريطاني هو يخالف كثيرا السياسة الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية في اليمن. طيب، نشرك معنا بالنقاش أيضا المحلل السياسي عبد الناصر مودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر، ينضم إلينا من عمان من لندن. أستاذ عبد الناصر، لماذا الخلاف بين البريطانيين والأمريكان بشأن مشروع القرار البريطاني برأيك؟ مساء الخير أخ سامي، من عمان وليس من لندن. من عمان، يبدو الزميل المنتج فقط رغب ربما بمنحك إجازة وسفرية إلى لندن، لا مشكلة. مش مشكلة، أنا سامحه في هذه. أنا لا أعتقد أن هناك ما نسميه خلاف، ولكن يبدو أن البريطانيين تسرعوا عندما وضعوا مشروع القرار، وهذا ليست المرة الأولى. نعرف أنه أيضا في مرات سابقة كان البريطانيين قد قدموا مشروع قرار ثم تراجعوا عنه في فترات معينة، يعني يكون هناك ضغوط محلية، ضغوط داخل بريطانيا نفسها، ويكون هناك مناخ لإصدار قرار أو للتعامل مع قضية ما. وفي الوقت الحالي أو من فترة نعرف أن الضغوط الغربية بشكل عام تزايدت على السعودية والإمارات لوقف الحرب في اليمن، وعندما أيضا في نفس التوقيت حبت السعودية والإمارات أن تستبق وأن تسابق الزمن، وحاولت أن تحقق نصر عسكري كبير في الحديدة، على الأقل يتم تطويق الحديدة. كان الهدف الرئيسي الوصول إلى الطريق الوحيد الآن المتبقي للحديدة ومن ثم محاصرتها، ولكن الضغوطات الدولية الكثيرة إضافة للصعوبات الميدانية حالت دون مثل هذا الفعل. وفي نفس الوقت تقدمت بريطانيا بمشروع القرار. مشروع القرار لا زال مشروع فيه كثير من الغموض واللبس، ولا يتحدث عن تهدئة كاملة وشاملة في الحديدة، هو يتحدث عن تهدئة بما يسمح بمرور مواد الإغاثة بسلام وعدم التعرض للمراكز الحيوية التي تخص الجانب الإنساني وتحديدا الميناء وصوامع الغلال وغيرها، بمعنى أنه وكأنها ستكون هناك حرب مختارة، حرب هذه المنطقة لا تدخلوها وتحاربوا هنا. يعني هو ليس وقف كامل وشامل لإطلاق النار في الحديدة أو في مناطق اليمن الأخرى، هكذا ما فهمتنا من القرار من الصياغات التي تم الحديث عنها. طيب، إذا كان التركيز فقط على هذه النقاط، المساعدات الإنسانية والجانب الإنساني تحديدا، هل هذا يحتاج إلى إصدار قرار من مجلس الأمن؟ يعني هم البريطانيون وكذلك كثير من موظفي الأمم المتحدة أو المسؤولين عن برنامج الغذاء العالمي ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، هو تحدث عن 5 نقاط، والقرار على أساس يستجيب، القرار هو يستجيب للـ5 النقاط التي تحدث عنها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، وهي السماح بحرية ضمان عدم تعرض المنشآت التي تقدم الإغاثة،
الشيء الثاني التمويل البنك المركزي ضمان استقرار العملة، والشيء الثالث رواتب الموظفين، ولا أذكر الأمور الأخرى، ولكن هذه هي النقاط الأساسية، والقرار على أساس أتى ليستجيب لهذه المطالب الخمسة. طيب استاذنك بالبقاء معنا استاذ عبد الناصر، اعود للدكتور علي مره اخرى. دكتور علي، هناك من يقلل من موضوع ان يكون هناك خلاف ويقول انه ربما فقط مجرد تبادل لادوار بين الادارتين الامريكيه والبريطانيه فيما يخص الملف اليمني، ما رايك؟ لا، ايضا لا نريد ان نصفه بانه خلاف، ولكن يبدو ان التنسيق بين الدولتين على ادنى مستوى، يعني لا يوجد تنسيق مسبق، ويبدو ذلك واضحا يعني من اعتراض الامريكي ومن عدم رغبه امريكيه في تمرير المشروع على بريطانيا، وهذا مساله مستغربه بين حليفين مثل بريطانيا والولايات المتحده الامريكيه. واعود لاكد ان المساله هي اختلاف في الرؤى. بريطانيا هي يعني تعمل من وجهه سياسيه اكثر شيء، يعني هو تحاول ان تجد بنيه او يعني بنيه اساسيه او ارضيه للمفاوضات الدبلوماسيه او المفاوضات السياسيه للحل. الولايات المتحده الامريكيه لا تفكر بهذا الطريق، الولايات المتحده الامريكيه ما زالت تفكر بمنطق القوه، بمنطق موازين القوه في الساحه. من يمتلك القرار؟ من يستطيع ان يسيطر على الارض؟ فلذلك نرى هذا التناقض بين الدولتين، او يعني اختلاف الرؤى من زاويتين مختلفتين. الولايات المتحده الامريكيه ترى اليمن عنصر مهم جدا في سياستها في المنطقه العربيه، وهي ترى ايضا من زاوية أمنية أكثر ما هي من زاوية سياسية. هي ترى اليمن كملف أمني، كملف يتبع وزارة الدفاع، كملف يتبع استخبارات المركزية الأمريكية، ولا يتبع وزارة الخارجية. لذلك حتى عندما نرى التصريحات الأساسية عن موضوع اليمن لا تصدر عن وزير الخارجية الأمريكية المفترض أن يصرح فيها، يعني ليست يعني لا تصدر عن التصريحات، أكثر التصريحات في هذا المجال تصدر عن وزير الدفاع الامريكي، وهذا مساله مستغربه، يعني موضوع يفترض به ان يكون سياسيا او سياسه خارجيه، فالمفترض ان وزاره الخارجيه ما تتولى هذا الموضوع، لكن ما نرى ان وزاره الدفاع الامريكيه هي ما تتولى هذا الموضوع، ولذلك نرى هذا التناقض. وزاره الدفاع الامريكيه ليسوا سياسيين، ليسوا دبلوماسيين، لديهم استراتيجيات معينه، لديهم منطلقات معينه مختلفه تماما عن العمل الدبلوماسي والعمل السياسي. طيب دكتور علي، ساعد لك في نقطة أخيرة وناقشها معك فيما يخص عن تأثيرات وما الذي يمكن أن يغيره مشروع القرار البريطاني في مسار الأزمة اليمنية، لكن أعود للأستاذ عبد الناصر. أستاذ عبد الناصر، الرويترز عندما نقلت عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ربما في هذه الفترة لا يمكن أن تتحرك في دعم مشروع القرار البريطاني قبل انعقاد المشاورات المرتقبة، ما الذي يفهم من هذا؟ هل هو إتاحة الفرصة لحسم عسكري من قبل التحالف والشرعية، أم يعني ربما فقط تهدئة و يعني تبادل أدوار مع البريطانيين كما يرى البعض؟ أعتقد أن الموضوع أنه عندما تقدمت بريطانيا بهذا المشروع السعودية والإمارات تحركت بشكل كبير لتمنع صدور مثل هذا القرار. الولايات المتحدة مالت إلى جانب السعودية والإمارات على الأقل جزئيا، وكما نقلت رويتر عن المسؤول الأمريكي أن الأمريكان يرون، لا أعتقد بأنهم سيعطون فرصة لحسم عسكري، ولكن يريدوا أن يستخدموا هذا الأمر للضغط على الحوثيين، بمعنى أنهم يقولوا للحوثيين بأننا حنصدر القرار عندما تأتون إلى المفاوضات، عندما نرى بأنكم إيجابيين فيما يتعلق بالمفاوضات حينها سنصدر القرار. يعني بمعنى آخر يريد أن يكون للقرار هذا ثمن سياسي، وليس هكذا، لأنه القرار لو صدر كما هو الآن في المشروع إلى حد كبير سيخدم الحوثيين على الأقل في مدينة الحديدة، لأنه عندما يتحدث بأن تبقى مناطق أو المراكز التي لها علاقة بالشأن الإنساني بعيدة عن الصراع، معنى هذا بأنه إلى حد كبير ستخلق تهدئة واسعة في الحديدة، وهذا سيعني بالنسبة للحوثيين بأنهم أصبحوا في مأمن من أي هجوم عليهم من القوات التي بتهاجمهم. الأمريكان يريدوا بأن يكون لهذا ثمن، ولا يريدوا بأنه فقط أن نصدر هذا القرار ثم الحوثيين يسترخون وأيضا يتلكؤون ولا يذهبون للمفاوضات، أو إذا ذهبوا للمفاوضات
يضعون شروط ويكونوا متشددين. فالأمريكا يريدوا بأنها يستخدموا مثل هذا القرار استخدام سياسي بأنهم يضغطوا على الحوثيين، يقايضوا الحوثيين بأن احنا مستعدين لتمرير هذا القرار مقابل أنكم تكونوا تأتوا للمفاوضات وبأنكم تكونوا إيجابيين أو أن القرار لن يمر. طبعا الشق الآخر من الموضوع أنه الطرف الثاني هو ما موقفه، الطرف الثاني وكان يتمنى لا يريد أن يصدر هذا القرار بأي شكل من الأشكال. السعودية والإمارات لا تريد هذا القرار أن يصدر لأنه سيعرقل حركتهم العسكرية وخاصة في الحديدة، وسيمنح الطرف الثاني ميزاتهم لا يريدونها في الوقت الحالي. لا نعرف بالضبط إن كان هذا القرار سيمر، لأنه كما ذكرت لك في فترات سابقة أيضا البريطانيين تقدموا بمشروع قرار، ولكن عندما رأوا بأن الدول الكبرى وتحديدا الولايات المتحدة غير متحمسة مثل هذا القرار سحبوا هذا القرار. ويمكن أن يكون مشروع القرار الحالي مصيره مصير مثل تلك القرارات. طيب أستاذ عبد الناصر، سأعود للدكتور علي. دكتور علي، إذن الأستاذ عبد الناصر من عمان يرى أن هذا القرار إذا ما مرر وفق التسريبات المعلنة الآن هو يصب في مصلحة الحوثيين. بالنسبة لك، إلى أي مدى يمكن أن يغير المشروع القرار البريطاني في مسارات الأزمة اليمنية الحالية الآن؟ هو يغير في أكثر من ناحية، من ناحية الأعمال العسكرية سيصبح مسألة استعادة الحديدة مسألة أصعب بكثير. هنا ستصطدم الأطراف التحالف العربي والحكومة الشرعية بقرار دولي يمنع الأعمال العدائية، يمنع الأعمال العسكرية في مدينة الحديدة، وذلك سيعتبر خسارة سياسية وعسكرية كبيرة جدا. يعني أنت الآن الحوثيين سوف يحمون وجودهم في مدينة الحديدة بمشروع قرار دولي، و والتحالف العربي والحكومة الشرعية ليست مثل الحوثيين تستطيع أن تتجاهل المشروعات القرارات الدولية أو تنكرها، فأصبح ذلك يعني مسألة مستحيلة سياسيا. المسألة الآن فعلا هي تصب في مصلحة الحوثيين إذا ما تمت، ولا وسيصبح طبعا مسألة استعادة الحدود مسألة أصعب بكثير إن لم تكن مستحيلة، أو لن نقول مستحيلة لكن ستكون أصعب بكثير بالنسبة للتحالف العربي. من جهة أخرى قد يصبح الوضع الإنساني أفضل في اليمن، يعني نحن نرى من الناحية السياسية والعسكرية طبعا تصبح المسألة أصعب في حل الأزمة، أصعب في حسم العسكري، ولكنها من الناحية الإنسانية ستختلف نوعا ما، ليس فقط في ناحية الإمدادات الإنسانية، لأنه المفترض أن الإمدادات الإنسانية لا يوجد لها عائق الآن، يعني لا يمكن أن نتصور أن الطرف يعيق الإمدادات الإنسانية، ولكن يبدو أن هناك قلة في تمويل ونوع من الضعف في الدعم اللوجستي، لكن الاساس في القرار اعتقد هو مساله دفع الرواتب ودعم العمله اليمنيه، هذا اذا ما تم سوف يعني يغير الاوضاع الانسانيه تماما في اليمن. نعلم ان الموظفين اليمنيين منذ اكثر من عامين لا يستلمون رواتبهم، وذلك يمثل مساله يعني مشكله كبيره جدا، يعني قذفت بالجل الشعب اليمني الى خط الفقر. وكذلك مسألة دعم العملة اليمنية أيضا، هذا أيضا إذا ما تم إقرار هذا المشروع وفعلا بدأت القوة الدول الكبرى ودول العالم في دعم العملة اليمنية ودعم الاقتصاد اليمني، أعتقد سيحدث اختلافا كبيرا في الأوضاع الإنسانية. نحن أمام قرار لديه ميزات ولديه عيوب. من ناحية العيوب سوف يطيل الحرب لأنه سوف يحدث نوع من الجمود على الأرض، وسوف يجعل المباحثات السياسية هي الحل النهائي والحل الوحيد المتاح أمام الأطراف. ونحن نعلم أن الحوثيون ليسوا مستعدين لأي حل سياسي، الحوثيون يعتمدون على القوة المسلحة وعلى سيطرتهم بالقوة المسلحة على الأراضي أو على المناطق التي يسيطرون عليها، ولا يمكن أن نتخيل أن يتنازل عنها أخذ بدون مقابل أو بدون ضغط عسكري حقيقي. هذا من ناحية، ولكن من ناحية أخرى قد يحدث هذا القرار تخفيفا للمعاناة الإنسانية في اليمن. نحن سننتظر وسنرى ما سيؤول إليه هذا القرار. نحن في الأخير نتمنى فعلا أن تتوقف الحرب، ونتمنى فعلا أن تخف المعاناة الإنسانية في اليمن. دكتور علي عبسي، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من ألمانيا، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. أهلا بك أستاذ إبراهيم، قراءتك لأبعاد التحفظ الأمريكي وملامح الخلاف البريطاني الأمريكي بشأن اليمن.
طيب سأعود مرة أخرى للأستاذ عبد الناصر المودع إلى حين جهوز الاتصال بإبراهيم القعطبي من نيويورك. أستاذ عبد الناصر، ربما اليوم هذا التحفظ الأمريكي على مشروع القرار البريطاني، هل فعلا سيؤجل وستعقد مشاورات قريبة كما هو محدد لها نهاية العام؟ اولا يعني هو كان الامل انها نهايه هذا الشهر، ولكن طبعا يبدو ان الموضوع اصعب. فيما يتعلق بمشكله اليمن، في الغالب يكون هناك تفاؤل واحساس بانهم قادرين على اتخاذ خطوات، لكن يصطدموا بالواقع المعقد كما حدث في عدم انعقاد المفاوضات في جنيف، والان كان الامل ان تعقد في نهايه نوفمبر، الان يتحدثوا عن ما قبل نهايه العام. ولا نعرف بالضبط لماذا، يعني على أي أساس عندما يتم اقتراح تواريخ معينة يفترض من المندوب الممثل الأمين العام أن يكون لديه دراية أكبر قبل أن يقدم اقتراحات معينة. أعتقد أنه القرار حيستمر الآن كورقة ضغط، يبدو أن الأمريكان يريدون أن يستخدموا ورقة ضغط، لكن من الناحية الفنية الآن هناك هدنة عملية في حول الحديدة. فيما يتعلق يعني كما ذكر الأخ علي العبسي، أعتقد أنه من الأفضل لدول التحالف أن تبادر هي من نفسها فيما يتعلق بقضية دعم العملة والرواتب. الرواتب فعلا هي أكبر مشكلة وتتحملها. الآن يبدو أن هناك تحسن في الوضع الاقتصادي، هل تعتقد لذلك علاقة؟ يعني طبعا لذلك في سبب الضغوطات العالمية الدولية على دول الخليج أدت إلى أنها ساهمت في تحسن الوضع، لكن يظل تحسن هش، يعني ما فيش أسس واضحة للتحسن. أنت تريد أن يكون هناك تعهد بمبالغ ثابتة فيما يتعلق بدعم العملة، ومبالغ ثابتة فيما يتعلق برواتب الموظفين. رواتب الموظفين المنقطعة منذ حوالي أكثر من سنتين مبلغ بسعر اليوم لا يقل عن 100 مليون دولار شهريا للموظفين الذي في مناطق الشمالية أو مناطق سيطرة الحوثيين. فينبغي أن يكون هناك دعم واضح من قبل السعودية ومن قبل الإمارات بتمويل رواتب الموظفين بشكل دائم، وأن يكون هذا التمويل ليس التمويل تضخمي، بمعنى ليس طباعة ورق، لأن هذا أيضا سيؤدي إلى انهيار العمرة وارتفاع الأسعار. وأن يكون هناك دعم متواصل كما تريد إيصال الفكرة للاقتصاد. أشكرك جزيلا. ويفترض أن يتم مبادرة منهم، لا ينتظروا قرار لا يكون نتيجة ضغوطات يلزمهم. طيب. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الأردن. أختم ما تبقى من وقت مع ضيفي من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. ربما سنركز على النقطة الآن مهمة وخبر أخير، هو عن وجود رسالة في الولايات المتحدة وقعت عليها 50 شخصية بارزة من المسؤولين السابقين في مجلس الشيوخ، تطالب بإنهاء مشاركة أمريكا في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن. أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا. حياك الله. سمعت السؤال أو أعيد لك السؤال مرة أخرى؟ أجيبه مرة أخرى وأتكلم. التفاصيل المتوفرة لديك عن الرسالة التي وقعت عليها 50 شخصية من الشخصيات السابقة والمسؤولين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تضغط باتجاه إنهاء مشاركة أمريكا في الحرب التي تقودها اليوم السعودية في اليمن. اولا يجب الحديث ان المساله اليمنيه والحرب في اليمن اصبحت اولويه داخل الولايات المتحده الامريكيه، في الشارع الامريكي، على المستوى السياسي الامريكي، والان هناك جلسه استماع، الان جلسه نقاش في مجلس الشيوخ بخصوص انهاء دور الولايات المتحده الامريكيه في دعم السعوديه في حربها على اليمن وتمويلها و اعطائها السلاح لقتل المدنيين في اليمن. هناك ايضا رساله بعثت من قبل حوالي اكثر من 50 شخصيه بارزه في الولايات المتحده الامريكيه، منهم 2 سفراء سابقين، ومنهم مسؤول في وزاره الخارجيه الذي كان مسؤول
يعني مسؤول لدى كولين باول وكثير من الشخصيات القانونية والسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بإنهاء الدور الأمريكي في دعم السعودية لحربها على اليمن، وهي كانت رسالة قوية. أصبح الملف اليمني داخل الولايات المتحدة الأمريكية من أهم الملفات، وأصبح هناك ضغط حقيقي على الحكومة الأمريكية لإنهاء دعمها اللامحدود للسعودية في حربها على اليمن. فنحن أيضا أمام حراك مجتمعي جديد وسياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وربما يصوت على المشروع اليوم لإنهاء هذا الدعم. هناك دعم كبير لهذا المشروع من قبل حتى من الجمهوريين أنفسهم الذين يستاءون من العلاقة الشخصية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته مع العائلة المالكة السعودية، وهنا مخالفة طيب أستاذ إبراهيم، هي ليست المرة الأولى التي يحدث حراك داخل المؤسسات الأمريكية بشأن الحرب في اليمن، لطالما هناك دعوات تطالب بإنهاء الدور الأمريكي. هذه المرة ما هو المختلف وما أهمية هذه الجلسة وهذا الحراك؟ أنا في اعتقادي أن الأمور وصلت إلى ذروتها الآن. الدعوات السابقة كانت فقط من منظمات حقوقية عادية، لكن اليوم نحن نتكلم على سفراء أمريكيين، نحن نتكلم على موظفين في وزارة الخارجية الأمريكية، نحن نتكلم على أن هناك جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكيين يطالبون بإنهاء هذا الدور والدعم للمملكة العربية السعودية. هناك حراك في الشارع اليمني في الشارع الأمريكي، وهناك الصحف الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية تناقش هذا الخبر. أيضا هناك تغير داخل يعني الإدارة الأمريكية من خلال أنه المجلس أو الكونغرس الآن أصبح مسيطر عليه الديمقراطيون، وهم كما تعرف سيحاسبون الإدارة الأمريكية في حال دورها في دورها لدعم السعودية، وهذا أصبح تغير كبير وجوهري داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا مقتل الصحفي الأمريكي الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية جمال خاشقجي، والطريقة التي تعاملت بها بملفه المملكة العربية السعودية حين قالت أنها لم تره وقد خرج من السفارة ولم تقتله، ومن ثم تأتي وتقول أنه قد قتل بتلك الطريقة البشعة وتضليل الرأي العالمي. فلذلك المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية السياسيين لم يعيدون أو يعدون أن يكونوا جزء من مشاركة في دعم النظام السعودي، وهم مستاءون استياء كبير من الدور الذي يقوم به ترامب مع العائلة السعودية ضد المصالح الأمريكية. فلذلك أنا في اعتقادي أن الوضع اختلف، هناك كونغرس جديد يحكمه الديمقراطيون سيحاسب الإدارة في دعمها للحرب في اليمن. هناك أيضا حراك مجتمعي كبير، أصبح المواطن العادي في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يدرك معاناة اليمنيين وكيف يتم تجويعهم وقتلهم ومنعهم من دخول وخروج إلى بلدانهم، كيف أن هناك حرب ظالمة تشن عليهم، وكيف أن هذه المسألة لم تعاد تطاق من قبل السياسيين والمواطنين في الولايات المتحدة على وجه التحديد وأيضا في القصف. أشكرك جزيلا إبراهيم القعطبي لإنهاء هذه الحرب. أشكرك جزيلا المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، كنت معنا من نيويورك، والشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة هذا المساء الزميل محمد عبد المولى. أمان.